فيني بوسه؟ ليه عم تلهدي؟ لأنه سوال عينك عينت كتير 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 كتير، حتى ليك هون كانين ملبسيني تنورة، ملبسيني كنزة لون زهر وقصة شعري وحاطيني حمرة كمان. كل عائلتي بتعرف كل عائلتي بتعرف إنه أنا عانيت كتير، انظلمت كتير، مثل ما هلأ في ناس كتير مثلي عم بينظلموا بالحياة ومش مسترجيين يطلعوا يقولوا. في أخذ للصورة؟ أكيد. بليز إذا أنتوا هيك مثل هيدي الصورة وأنتوا مثلي لألي أنا، شو من كنتوا اشتغلوا على حالكم وعملوا حالكم بس ضمن الإطار المعقول، ما تاخدوا حالكم لمطرح منه مزبوط أبدا. جوال شو غيرتي بحالك؟ يعني هلأ إذا بتطلع بهوني وبتطلع فيك يعني هلأ خلينا نتطلع بجوال، هاي كاميرتك صح؟ قربي شوي هيك، اوكي. شو مغير؟ مغير؟ ايه شو؟ شو عاملة؟ أول شي مغيرة الشي اللي كتير كتير الناس يمكن ما بتعتقده، صححت جنسي لشي كتير منيح. اوكي. لأنه كان لازم يتصحح لهيك، عملت شوي تجميل بوجهي منخاري. والباقي كله طبيعي؟ لا يعني اعذريني خليني أقول اليوم الصدر. لا اكيد حطيت بروتيز بقلبي. حطيت بروتيز؟ اكيد. اوكي. الجسم تكوينه كله ما عملت فيه شيء ابدا ابدا. لا انا حوتت ولا عملت فيه شيء. اوكي. ابدا بعدني على طبيعتي بعدني. طب ما زال عندك القصص عندك القصص الهرمونات النسائيه. ليه الصدر ما كبر؟ ما بيكبر بس انا كنت حابه انه يكون اكبر. ليه عم تطلعي بجوزك؟ خلص جوزي جوزي واقف هون هون عم طلع هون. اه بركي. لا أنا حبيت أن يكون شوي بارزة أكتر. آه، أوكي. يعني الصدر كتير صغير. كله بحب التجميل النفخ. أوكي. كله بحب الصدر بحب القصص. كله هيك يعني بحب يعمل. أوكي. حتى مش بس طلع بصورتك هون. شو بتقلي له؟ شو بتقلي له لهي الصورة؟ بقلها انظلمت كتير وانت انسانة مبدعة والله خلقك هيك وما تخافي من حدا واللي بده يحكي عليك دعسي وامشي. يعني مش خايفة دينيا من شيء؟ دينيا؟ ايه؟ شرعا وقانونا انا انسى، ليش بدي خاف؟ حلو كتير. نطوي هاي الصفحة؟ هاي نطويها او لا؟ بتمنى على كل العالم ما بقى يفتحوا لي هيدا الموضوع نهائيا. ولا حدا يطلبني على برامج لاطلع احكي بهيدا الموضوع لانه ما بقى رح اطلع. واو. اللي بده ياني بيستضيفني كجوال الفنانه المشهوره على السوشيال ميديا، اكثر من هيك ما بدي. هيدول القصص خلص. حلو تصوير. لانه عم بيعملوا من وراي سكوبات. خلصنا خلص حكينا مع تمام. امي اول حب يا زلمه أكيد الكاميرا أخذتك دموعك كرو. أكيد بدني كرو. هل قد وجعتيها لأمك؟ مش وجعتها، أمي توجعت من ورائي. توجعت من ورائي؟ من ورائي. أمي الناس كلها استغربت أنه أمي خبت كتير قصتي وحافظت على أنه بفعرف. أمي حبيبة قلبي. أمي توجعت كتير من ورا حكي العالم وحكي الناس ونظريات العالم لقلهم، وبي كمان مش بس أمي وأهلي. يعني ماما كانت من أنا وصغيرة تقلي بكرة بس تكبري رح بتصير كتير حلوة ورح بتحقق اللي أنت بدك إياه. لا الله يعطينا يا رب وتعمل الشي اللي لازم تعمليه صح. أمي لأول مرة أنا رح أقولها، أمي لما عرفت أنه أنا هيك ما قدرت تطلع بعيوني، ما قدرت تطلع بعيوني. أمي كتير تعذبت، كتير ركضت وراي، كتير كانت حدي، كانت بقلبي، كانت بروحي، بكل شيء. أمي طلعي فيها. إيرا سامحيني على شغلة واحدة، شو بتقولي له؟ ماما عن جد سامحيني لأنه قلتي لي بليز خليه سر لتموتي وأنا ما خليته سر. شو هو؟ انه انت عندك تسوق خلقي. اوف.
قالت لي لأنه العالم ما رح ترحمك أبدا 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 أبدا. أنا ماما نهار عرسي ما عرفت كيف بدها تتصرف قد ما كانت مبسوطة، ما عرفت من فرحتها، ما عرفت شو بدها تعمل، كيف بدها تستقبل بنتها وتفرح ببنتها. ماما لأول مرة بقولها على العالم كله، قالت لي إذا رحمك منه جاهز إنك أنت تجيبي ولد، أنا مستعدة أعطيكي رحمة وتحبلي. واو واو. وبعدها صغيرة ماما، منا كبيرة. صرنا عم بشوفي صورتها مبينة أصغر منك على فكرة. حلوة أكتر مني. طيب. شامبين تمام؟ مع تمام؟ إيه بدي أفتح لك شامبين اليوم. ليه؟ شوفي اطلعي. على شو كان ينفتح لك هيك؟ شوفي. شامبين؟ قدين فتح لك؟ قدين فتحتي شامبين؟ كتير. فتحتي ولا انفتح لك؟ فتحت ومفتح لي شامبين كتير. عشو؟ هيك خبريني. عشو انفتح لك شامبين؟ على أي أساس؟ يعني اللي بيسمع وجعك اليوم بقول إنه أنت فتحتي شامبين للعالم، لا؟ فتحت لفي ناس كمان تسكر تمها وما بقى تحكي. أوكي. حتى لي هيك يعني انه حس حالي انه انا مني غلط. انه فوت على مطرح لاقي عم بيتفتح كتير شامبين وعم بيعملوا قصص وانه يابا قد ايه دفعتي مصاري بحياتك لتسدي بوز عالم كتير مثل ما انت عم تقولي؟ عبال؟ ايه كتير دفعت كتير. ليستروا عليك؟ لا مش ليستروا علي. لكن لحتى لي ما بقى كيف بدي اقول لك اياها باي معنى، مصالح كان في مصالح مشتركه. انا بولع لهم هن بولعوا لي، انا بولع لهم هن بولعوا لي. قديش جمعتي اموال؟ جمعتي اموال كثير؟ ليه سكت؟ انت شو شايف؟ شو شايف؟ يعني بالحلقه صرت مغيره ثلاث فساتين او فستانين يمكن. أكيد دافع حقهم كلهم صح؟ طبعاً أنا كل الفساتين بصمم لي إياهم علي عاصي مشهور. تحية لعلي كتير ومبدع علي. جاوبينا على هيدا السؤال. قديه معي مصاري؟ قديه؟ ما رح يعني أعمل لك أنا لأنه هيدا أنت خليك عم تطلع فيي وأنا رح رمش. قديه بدك يزيدوا؟ قبل هلأ ما عم بيزيدوا لأنه سرقوهم البنوكة. أفلستي هلأ؟ لا ما مقفلسة بالعكس. قدين مبلغ؟ قدين يعني عندك ثروة؟ عندي الحمد لله. أوكي عندي عندي بس يرجع يمشي حال الوقت. لمين بتورتيهم؟ لحسين أو لأهلك؟ أف سؤال زنخ. أف حسين مش بيعاستي. هذا عم تجاوبها؟ لا ولا إيه؟ حسين منو بيعاستي أبدا. أهلي بيعاستي. أهلك؟ لا بعدين. أكيد أهلي. أكيد أكيد أهلي. وحدا تاني. مين؟ بنت صغيرة. شو اسمها؟ ما بقول اسمها. شو مهضومة حلمك؟ ايه حلمي. حققت اول حلم، تاني حلم بحياتي. اول حلم هو انه عملت العملية. وتاني حلم بحياتي اني تجوزت رجال هو فارس احلامي. وتالت حلم انه هي يكون عندي بيبو ويمكن انا حبلي. انا حبلي هلا؟ يمكن. ما حدا بيعرف. واو يمكن. اف تصريح خطير ها؟ يمكن. يعني الناس كلها ما تعرف. بس أنا ما كنت بدي أقول. ممكن وإن شاء الله يا رب يكمل الحلم. حلو بيكون أول تصريح لإلك بحلقتنا لليوم. كيف فاجأتيني؟ ما 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 يعني ما كتير. أنا كنت بدي أجيب لأسأل عن الحلم. إيه بس هيدا منه حلم أنا بالنسبة لإلي. واو منه حلم لأنه أنا أنثى. أنثى يعني عم تفهم علي أنثى. ما في شي فيني يعني خلص أنا أنثى. معقول تكوني هلأ حامل؟ يمكن. يمكن. قلت لك انا ما كنت فكر اني اتجوز قبل ما اتاكد من شيء.
أن أنا فيني جيب ولد مستحيل، ولا كنت بحط رجال بمطرح. حتى إذا أنا سقطت وما قدرت أني كمل الحمل وصار معي شيء، أنا ما عندي مشكلة جوزي يتجوز إذا أنا ما بجيب أولاد. طلعي أعطيها شيء ما بتتمنى يصير فيها مثل ما صار فيك، أنه ربنا يخلقها بخلقها كتير تامة. واو. وما يخلق عندها لا تشوه ولا شيء، وتخلق بنت طبيعية ويا رب ما تخلق مثلي، يا رب ما تخلق مثلي، يا رب دخيل جريك ما تخلقها. يعني أنت بليتني بشي لحتى تشوفني إذا أنا قد هيدا الحمل، بس ما تخليها بنتي تخلق هيك، لأنه أنا عم شوف كتير ناس وجيز وعالم عم بيتعذبوا كتير بحياتهم، فما بدي أنا بنتي تتعذب مثل ما أنا تعذبت ومثل ما غيري كتير عم يتعذب.